مجلس مثلا عندي عزيمه وناس رسميين وضيوف، انا ما ذا باقي ولدي ما اشوف انه، وانت تقيم ولدك شوف ولدي والله مثلا عمره 7 سنوات لكنه احسه ناضج، احسه يعني يحس بالمسؤوليه. بعضهم عمره 8 سنوات تلقاه ولد حر، صح، حتى لو جاء في المجلس يبيض وجهك تلقاه يرحب وذا ويوقف وذا. انا ولدي انا كلنا ادرب ولده، انا والله لو ادري ولدي مثلا عنده يعني بعض الاخطاء يعني يحوس وذا وباقي ماني ماخذ المجلس هذا. جميل. بدربه في المجالس اللي اقل من ذا اقل من ذا، حتى اجهز المجالس اللي احس انها انا مجالس مهيبه يعني فيها ضيوف رسميين وزي كذا. الله صحيح، صار اقنعني في اجابته. صحيح اقنعك سم. اذا اقنعك ايه؟ انا لا لا سم سم تفضل عطني حوارك. طيب الحوار الرابع. جميل الحوار. الحوار الرابع خشينا بالحوار الرابع. قدم مره الحوار ناجح ناجح. ايه ناخذ في موضوع شائك ايضا شريب عشان البرنامج. لا 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 خصوصيه البرنامج صح، خصوصيه البرنامج. اوكي اوكي لا ايش فيك يا ابو زين؟ اخي والله ضيفنا، ان بغيت ضيف مقدم، ان بغيت كل شيء ضيف على الكيف. الضيف هو اللي يتحكم. شكرا الله على التوصيل السريع. سلام. الله على سرعه التوصيل. موضوع اللي هو قياده المجلس، بمعنى شكل ذاك اصفر الشخص اللي يمسك المجلس، هل نقدر نقول نربطها بالعمر او نربطها بكبر العقل أو نربطها مثلاً بالشهادة؟ من الأحق في قيادة المجلس مثلاً في تنويع المواضيع في السوالف؟ في هل مرتبطة بعمر أو بعقل أو بشهادة أو بفهم؟ خوي برزيك والله أنا يعني من وجهة نظري أشوفها من شقين. عطنا الشق الأول. الشق الأول. الشق الأول. الشقين دي. كل شيء احنا في الشقة. هذا يحترم نفسه. هذا لا 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 انت جايبه يعارضني. لا والله ما تعارض كل شيء. شنو هذا الموضوع؟ اقول لك شقين شقين تبي اربع شقة. انا اشوف انه يعني من وجهة نظري الشق الاول انه الان صار يقدم صاحب المال على كل شيء. الحين مو صاحب المال، صاحب الشهرة. لا صاحب المال وصاحب الشهرة، الشهرة تجيب لا بعضهم مشهور بدون مال وتلقاهم يتحفون في المجلس وهو لا قيمة لا ثقافة ولا قيمة ولا قامة ولا علم. حلو. طبعا أبعلمك شيء، الشقين هذيل صاحب المال احنا نجي في الاساس يعني في ناس اعلاميين ما عندهم فلوس تاركينهم ما لك شغل يعني صاحب المال، احنا نجي له صاحب المال. جميل. صاحب المال مقدم في المجالس على كل شيء على كل شيء. ايام اول كان صاحب المال ذو قيمه وذو علم يجلسونه في صدر المجلس. اما الان لا ذو قيمه ولا شيء بس عنده فلوس يجلسونه في صدر المجلس. الان هذا الشق الاول. الشق الثاني انه الاكبر في السن هو اللي يجلس في صدر المجلس. جميل. هذا اللي تربينا عليه، الاكبر في السن بجميع حالاته الاكبر في السن يجلس في صدر المجلس. يعني انا اشوف الان ما صار يقدر كبار السن وكانهم لم جهلة وكأنهم جهلة. صحيح. يعني هذا اللي بنى وسوى يا أخي. أنا استغرب بعض الأحيان إنه في ناس يعني تتكلم على كبار السن بشكل سيء أو إنه ما عمل أو إنه يا أخي هذا يكفي إن حياتك كلها عاش في تجارب عمرك كله. صحيح. ما تجي يوم التجارب ما تجي يوم. صح. ويمكن إنه ما عنده إلا بيته وستر الله وملازم مسجده ترى كبار السن تشوفهم يجلسون في المسجد. هذا يكفي، هذا اكبر. صحيح. شهاده. سلام. فانه ما يقدم الان ويقدم. انا والله مره دخلت مجلس فيه يعني كبار القوم. يعني في ناس كبار كباريه المجتمع. جميل. والله العظيم انه في شيبان جالسين في نهايه المجلس وفي ناس ما تسوى مجلسه في صدر المجلس. مو ما تسوى اصبحت هل يعني تقاس. هل نقول ان خلل في نفس المناسبه او نقول وش نقول عنها؟ خلينا نقول ندققها بشكل كبير. هل نقول خلل في المناسبه انه يجلس هذا في راس المجلس في صدر المجلس؟ السؤال او استاذ فيصل انا اشوف ان الاولى بقياده المجلس، ويقصد ابو مطلق ان من الاولى بالتحدث او من الاول اللي يكون صوته الاعلى. انا اقيسها بمقياس اول شيء اهل العلم. هذول إذا في مجلس في من أهل العلم هم الأولى بالمجلس. ليش؟ لأنهم بيضفون على المجلس غير
غير المعلومات وغير العلم اللي بيعطيك اياه وغير اللي انت تستفيده بيضفون عليه اجور ثانيه اللي هو اجور اخرويه، تحفك الملائكه، تغشاك الرحمه، تنزل عليك السكينه، هذه اجور غيرها. هذا اهل العلم. اذا لم يوجد اهل علم، اهل العلم شرعي او اهل الذكر، يؤخذ من عنده علم يستفاد منه في الدنيا. بس خلي بعد شيء، هذا كلامك جميل جدا 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 ورائع وبماء الذهب ينكتب، بس انه هذه شويه مثاليه. في كبار سن يعني ما عندهم من العلم، بس عندهم من علم الحياه. ما اقصد عنده من علم الحياه، صحيح. يعني مثلا يكلمك في الحياه، والله لو الشيخ يقعد سنتين يحدث عليك والله ما وصل لك ما وصل لك ولا نص معلومه من هاللي يتكلمون. بس في واحد يجيك مثلا شايب، بس انه ما له والله في علم يعني العلم، بس علم الحياه، يدرسك ويعطيك معلومه. شوف ترى اكثر شبابنا الان ياخذ معلومه واحده تنجيه من يقول ليتني سامعها من مبطي. ما اختلف معك ابو رزاق، ما اختلف، لكن اذا مزج المجلس بين اللي يقوده صاحب علم ويضفي عليه الشايب تجربته، ايش بيكون المجلس؟ جميل، بيثري صراحه ويكون جميل. بس انا اتكلم لك انه هل احنا نشوف انه اللي يمسك المجلس صاحب العلم؟ نعم، انا ألف مره. هذه وجهه نظري، هذه وجهه نظري، وجهه نظرك حتى لو كانت نظري، وجهه نظري. انا من رايي انها مثلا تقاس بالعمر، مثل ما قلت ان شايب كبير في السن عنده من التجربه الشيء الكثير، فهو الاولى بقياده المجلس او بتصدر المشهد او بتصدر المجلس، بما انه له خدمه وباع طويل في الحياه من تجربه وعانى الامرين مثل ما يقولون، وعاش وكابد، فهو الاولى بالتحدث او الاولى بالجلوس فيه، لان كبار السن سبحان الله. شوف ترى حتى شوف كبار السن اذا شافوا واحد ذو علم ترى يقدرونه ويحترمونه، بس انه يعني شفت اللي يقولون له ترى احنا بعد شاربين من يا سلام من العلم اللي انت عندك، شربين من الحياه اصلا. يا ابو رزيقه انا اقول بس يقدرونه ترى ويحترمونه، صحيح. وشوف من طيبتهم ومن يعني احترامهم لرجل العلم والله يقدمونه في كل شيء. بقول لك لا بقول لك حاجه، بقول لك حاجه وكلامك لان مثل ما قال ابو رزيقه، اصلا رجل العلم من اثار العلم عليه انه يحترم كبير السن. الله، ما هي مشكله. انا اقول فهو راح يقدم كبير السن عليه من اثار العلم. انا اقول كبير السن اولى بالاستماع مو اولى بالتحدث. كيف اولى بالاستماع مو اولى بالتحدث؟ يعني صاحب العلم يقود المجلس، نطق الشايب هو اولى بالاستماع، ساكت الشايب الاولى بالتحدث صاحب العلم. هذا يمكن معادله جميله. كبير السن اولى بالاستماع، يعني حتى لو كان حتى بيكون صاحب العلم هو بيقطع اللي تسولف مثلا صغير، حتى لو كان عنده علم في المرجلة، علم في مثلا علم النفس، في علم الحياة، في علم المال، هو يسولف عن علم المال علم النفس، تكلم الشايب ذا، الشايب أولى بالاستماع في المجلس من كنت، صح. لكن دام ساكت هذا أولى بالتحدث. آه صح هذا صح، يسمونه الأولوية فالأولوية. يا سلام، الأولوية فالأولوية. بس أنا أتكلم لك هو سؤال، مو معناه إني أسكت عشان في شايب. هو كان سؤاله ترى شمولي بأكله، إيه، إنه منه يتصدر المجلس. هذا ذي موضوع ثاني. انا اقول صاحب العلم، انا اقول انت تقول صاحب العلم، انا اقول كبير السن، صح، يقدم. وانا اقول كبير السن، لان صاحب العلم راح يقدم كبير، راح يقدم، لان اصلا هذا صاحب العلم اذا كان متعلم بحق وحقيقه، يعني ايوه والله ما راح يتكلم الله عليك الا ان يؤذن له كبير السن. احنا متوافقين، يعني انا اقول مو لا 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 انا 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 ماني فاضي والله اقول والله صاحب العلم والكبير السن، لا انا اجيك دغري، كبير السن هو اللي يتكلم، كبير السن بيوجه على طول لصاحب العلم 100%. العكس يا سلام، مو معناه اذا بعض كبار السن ما يعرف يقول كلمتين على بعض، بس ما يتكلم، بعضهم ما يعرف يقول ما يتكلم، هل نسكت؟ لا ما يتكلم. يعني بعلمك شيء، اذا جينا في المجالس وكبير السن، تشوف كبار السن كثار والله، اذا جيت في المجلس تشوفه يسكت واللي يتكلم صاحب العلم. انا اقول بس انهرج، لا موضوع ثاني. انا اقول بعض كبار السن حتى لو سولف ما يعرف كلمتين على بعض، يعني سوالف في شيبان ما يعرف، حتى لو عنده الاصل لو عنده معلومه يتكلم كويس، لو عنده معلومه ما يعرف يوصلها، يقعد يحوس المجلس. انا اتكلم قاعد نسمع احنا، انا اتكلم لك. شوف في شيبان الله يبيض وجيههم، الله يخليهم لنا كلهم ويخليهم لنا ويحفظهم، امين. ترى شوف في بعض الاشياء تتعلم منهم
شوف خذ شوف خذ من اي شخص البركة. خذ من اي شخص كبير السن اول شيء لا تقول له لا صحيح ولا تقول له ما تعرف صحيح تعامل معه ولا تقول له اي شيء قل له سم ابشر طال عمرك ان شاء الله خير ان شاء الله وامشي هذا الصح اذا كان تبي مثلا تقول والله انه مو بعرف احط كلمتين على بعضها تقدر انت مثلا تجي تسحب المايك وتشوف المساله وتشوف الوضع تسحب المايك منه وبيكون لك من الشاكرين هو الله بس انا اتكلمك عن ثلاثه الشيبان يعني هم اللي الان شوف الان جينا في الحياه يعني بعطيك الموضوع الثالث يا جميل انت الان ما صار يقدر كبير السن وهذا من مساوئ صحيح من مساوئ المجتمع ومن مساوئ كبار السن والرجال الرجال هذ اللي يقدرون حتى لو ما يملك ريال واحد انا اتكلم لك حتى لو ما يملك ريال واحد يقدر ويحترم ويجلس في صدر المجلس افضل من صاحب الشهره والذي لا يقدم بالمساله ولا يقدم ولا يعني ولا له في هذه المساله يحطونه في صدر المجلس ابن وجهه نظري سم عطنا موضوعك الثالث الرابع او الخامس وصلنا السابع الخامس الخامس خلاص وي بالخامس ايه انت تبي الخامس انت جيبوا لي قهوه يا سلام في لا قهوه ما يحتر طيب لا يحتر عشان الشمس ما يشرب لا يحتر عشان الشمس بس كمل فنجي الموضوع اللي هو المواضيع التي تطرح في المجالس الاغلب اصبح كروي كروي لا مو مش لا بس كروي. اتكلم عن الاستفاده او المواضيع اللي استفدناها في المجالس اغلب المواضيع اللي يعني نقول 50% اصبحت مواضيع يعني جدليه ما اي ما فيها هذيك الاستفاده بس اصبحت جدال. يعني كلام جدال. ومشاكل اثبات للوجود بس إيه مشاكل اثبات وجدال ويعني خلينا نقول غيبه ونميمه هذه اصبحت 50% مو ب 50 يا اخي هنيك على الحوار هذا 80% 80% يا قوي 80% والله يخليك ابو 80% حبيبي من وجهه نظري ابي وجهه نظري من وجهه نظري انا ابي وجهه نظري فيصل بعدين انا يلا فيصل من وجهه نظري قصدك المواضيع اي من وجهه نظرك في 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 الغالبيه في المجالس اللي اصبحت جدال ومشاكل ونميمه وغيبه ما عاد فيها المواضيع الحاله انا اشوف الصدق واحتاج احتاج منكم رساله لهم بعد نهايه وجهات نظر انا اشوف وسائل التواصل اضفت الجانب الهزلي للانسان صار الناس تبي تضحك تبي تقول اشياء يشوفونها دائم مثلاً أما مسلسل أو مباراة أو أي شيء يبغون يتناقشون فيه ولما تطرح موضوع مثلاً خلنا نقول أي موضوع مثلاً أنت تطرح موضوع مثلاً حتى دنيوي مثلاً كيف التربية كيف المحافظة على الصلاة كيف زي كذا تحس إن فيه نفور منك في المجلس وحتى تحس المجلس يقلب كأنها كآبة من يوم تفتح المواضيع اللي يشوفونها هم في المقاطع الضحك ذي من يوم تفتحوا المواضيع ذي تشوف البسط في المجلس واللعلعة والصوت وحتى الجدالات عندنا في المجالس أصبحت كل واحد يبغى يثبت وجهة نظره مو بكل واحد يبغى يستفيد من الثاني يعني أنا جادلك ما أبغى أسمع لك أبغاك تأخذ رأي الله هذا هو ويأخذ يجي خلاف ونزاع ومطالب يمشون كلهم وفي صدورهم مع ذلك عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة في أقل الجنة في أدنى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وش المراء الجدال يعني لو تترك الجدال وأنت محق ترى الله النبي صلى الله عليه وسلم كفل لك بيت في أدنى الجنة الله يا سلام أخوي برزيك والله شوف أنا يعني أقول أن المجالس الآن صارت أشبه بمجالس النساء والله مجالس النساء بعضها أنها مليانة حكمة في أهداف دقيقة مجالس النساء أنا بوجهة نظر يعني أقول إن مجالس النساء يصير فيها كلام كثير وأمور كثير وتداخل أصوات وكذا فأنا يعني أعتب على كثير في المجالس إنها تصير هذه المسائل فيها أول شيء في طرح المواضيع في مواضيع تطرح والله ما منها فائدة ولا عائدة صحيح كثير فيها من كثرة الهرج نقاش وفيها كثرة من الحش صح يعني أنا أتكلم لك والله العظيم أنا أستانس وأنبسط إذا شفت في مجلس فيه اللي ماسك المجلس إذا واحد تكلم على شخص قال له لو سمحت الله يا سلام احترم نفسك ولا أطلع برا يا سلام
احترم نفسك، لا تتكلم على اي احد مو موجود معنا في الجلسه. الله اكبر. يا سلام، وهذه من اداب المجالس. الله اكبر. الان اتحداك في واحد يقول لا تتكلم على فلان ولا قليل. قليل ليش؟ نادر، لانه الكلام الكلام اللي يطرح كلام غير مهذب، غير وغير سوي، كلام غير سوي. انا اتكلم لك عن المجالس الان صارت اشبه بالثرثره اللي غير اللي لا ما لها فائده. صحيح. هل يتكلمون في الدين؟ لا. هل يتكلمون في شيء يفيد المجتمع؟ لا. لا. هل يتكلمون وبعض الكلام كله يخلصون كلامهم ويطلعون بفائدة؟ انت شفت مرة في مجلس يتكلمون يعلون صوتهم ويطلعون يقولون خلاص احنا استفدنا من هذه الجلسة فائدة؟ هذه ما في. يزعلون زعلانين. اي، وطبعا كلهم طبعا لا، يعني انا اتعجب من اصحاب العلم. صحيح يا اخي، انت صاحب علم والله ما اعطيك علم، بدال ما تكون عون تصير فرعون. صح. من اصعب شيء، من اصعب شيء في الحياه ان صاحب المعلومه، صاحب المعلومه تبي تسمع منه معلومه يجيك بهزل ويجيك يسولف في مواضيع هامشيه تقول انا كنت شايفك شيء وتغيرت وجهه نظري، وتغيرت والله وجهه نظري. صح. عليك. وهذا من اسوء شيء في الحياه. صح. اني انا اكون مثلا يقول 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 يعني بن جدلان له ابيات في هذه، يقول والله نسيت الابيات بس ان شاء الله تحضرني، هذا مش ترجيم. ف انا حطيتك مثل واحنا يعني جايبينك نستفيد منه. مصيبه انت دنت قيمتك في عين من قيم، قيم تشوف كل سماء وانت تشوف كل سال وانت تشوف. الله عليك. الله عليك. انا اقول انه يعني من اسوء الاشياء إن أنا إذا بأخذ منك معلومة وطلعت في هذا الهزل وعقلك فاضي وعقلك مصيبة. والآن أكثر الناس اللي يشوفون المشهورات هذيلي أو الناس اللي مسوون روحهم دكاترة وهم والله العظيم لا دروا، لا والله داروا في الدكاترة ولا شيء، يجي يتحدث ويقول إن وإن 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 أنا من وجهة نظر إن أشوف، والله العظيم ما عنده نظر. لا ما عنده نظر، خلي لا وجهة نظر، لا وجهة نظر. ويقول لك أنا والله الدكتور أو الدكتورة أو أنا والله هذه ما أسمع لها حتى، والله العظيم وأنا فاضي والله ما أسمع لها. دكتوراه بس أسبح غيرت الاسم وأذكر الله أفضل منك، أفضل من أني أسمع لهذه الدكتورة أو هذه أفضل في كل شيء والله العظيم. أنا من يعني أنا أتكلم لك أنه في المجالس المعلومات اللي تطرح في المجلس، وانا اقول انا اكثر انا عندي ابيات اذا تسمعوني اقولها. نفسها عطني فؤاد صدى اذا ممكن، نبغى بصوتك. إيه والله والله خلوني يا سجي وابعد عن ضعف النفوس، قد نتحملت منهم فوق ما يحتمل، قد نتحملت منهم فوق ما يحتمل. دورات الايام كانها مثل حرب البسوس، وصدورنا صارت اضيق من بيوت النمل، وصدورنا صارت اضيق من بيوت النمل، والناس تعطي بعضها من بعض دروس، يجمعون الشمل ويفرقون الشمل، يجمعون الشمل ويفرقون الشمل. وانا من اللي جرى لي في الزمن العبوس، حتى من ابسط طموح حتي فقدت الأمل، حتى من أبسط طموح حتي فقدت الأمل. ماني بمحتاج للمنصب وكثرة الفلوس، محتاج ضحكة حجج وخ ما يمل، محتاج ضحكة حجاج وخاطر ما يمل. الله. هذا يعني من الاشياء اللي الكلمات اللي تلامسنا صراحه، ويعني احبها مره. فاقول انا يعني كفيت ووفيت في الاجابه. عطني الحوار الثالث. يا سلام. بس دقيقه بروح وبجيكم. جميل. يلا كملوا. يعني يمكن الان بعضنا يا اخو بس تعقيب على كلمه برزيقه، اذكر واحد من الشيبان عندنا
إذا واحد تكلم في شخص عنده قال الكلام هذا لي يعنيني أنا؟ قال لا. قال أنت تقصدني أنا متعاتبني؟ قال لا. قال تعرف بيت فلان؟ قال يعرف. قال الله لا يهينك أطلع من عندي إيه ورح. يا سلام. على طاري أبو رزيق أنت جاي أزرق. على طاري كلامك اللي تقول اللي يقول لا تتكلم في أحد عندي هنا ولا أطلع برا. أي نعم. واحد من الشيبان عندنا على عبد العزيز قبل شوي، واحد من الشيبان عندنا إذا جيت علمته قلت والله فلان فيه قال دقيقة الكلام هذا فيني أنا؟ لا. أنا فلان؟ لا. تعرف بيت فلان؟ إي والله. تعرف تليفونه؟ إي والله. أما راح له من هنا ولا دق عليه. يا سلام. هذا شغلني. الله. هذا نفس اللي يقول لك اللي يقول لك أنت تكلم عليه فلان ماني بزعل. قالوا لي ليش ما تزعل؟ تكلم عليك فلان ليش ما تزعل؟ قال أنت تكلم عليه من وراي. أنت تكلم عليه من وراي. فهو والله تكلم من وراي. الله أكبر. وإن جاني وتكلم من قدامي ردت عليه. ردت عليه. الله صح. يا سلام. أنا شيء من وراي ما أحتاجه. شيء من قدامي زين. أسلم الحوار اللي بعده. يمكن البعض الآن يتابع يقول يا أخي أنتم إذا كذا المجالس أنا وين أروح؟ أها. يعني وش الطريقة الأمثل لحل أو لإيجاد الحل في هذه التصرفات؟ جميل جميل جميل. الطريقة الأمثل نبي حل. إيه احتحمل المشكلة اثنين، الضيف والمضيف. قد قالوا الضيف حكمة إيش؟ المضيف. أنا لما يجيني يقلط علي أبو رزيق ولا يقلط علي عبد العزيز الطارة عندي على ما يقولون، الطارة عندي. أنا اللي أقبل وش يكون في مجلسي، أنا اللي أقبل وش يطرح في مجلسي بأدب. أنا قلطت على أحد المشايخ صلى الله عليه وسلم، الشيخ بدر المشاعري ما شاء الله تبارك الله عنده إدارة في جذب المجلس للسيرة غير طبيعية. صحيح. يعني ما يطرح في المجلس كذا كذا بغمضة عين بانسيابية يلف المجلس لشيء من السيرة. الله. هذا هو هذا اللي تتعلم منه. يعني شيخ بدر ما شاء الله تبارك الله، يعني الحين تسولف جاء أي موضوع وحسن خلنا نقوم قم معي حسنا بيروح المجلس لا فل السيرة. تعال عندي هنا اليوم صراحة كان حوار جميل ورائع. حبيبي حبيبي وشيء بحضورك والله حبيبي أبو رزيق صراحة استفدنا منكم كثير حبيبي. وأنا اليوم مستانس معكم حبيبي والله. إحنا مستانسين معكم. أنتوا اليوم أول شيء اللي فاز بالتصويت نقول له ألف ألف مبروك فيصل. استاهل أهلا وسهلا يا حبيبي. وانت اليوم فيصل وانت مقدمنا ابدعتوا وطلعتوا ثلاثة. شكرا يا ابو رزيق. يلا مع السلامة. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد، حكايات لا تنتهي.